عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا لمناقشة ملفات اللجان والتعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، وإنشاء عدد من المنصات الإلكترونية لقطاعات وهيئات الوزارة المتعددة ومتابعة مستجدات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وأعمال أيضا مشروع إنشاء منصة تراث مصر الرقمية. وطبعا ده شيء جميل جدا، وده هادف إلى إتاحة المحتوى الثقافي التراثي المصري لمستخدمي الإنترنت. وهنا أنا سعيدة جدا جدا، الناس بدل ما تقعد تشوف كلام فارغ يشوفوا بجد مصر يا جماعة فيها تراث ثقافي يعني يغذينا مئات السنين، والله يغذينا مئات السنين، بس كيف يقدم وكيف يصل إلى الناس. معانا مداخلة ل يعني دكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، خلينا نبارك له أولا. مساء الخير معالي الوزير ومبروك وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا هانم، اهلا وسهلا بيكي، الله يبارك فيكي، متشكر جدا. يعني انا اولا سعيده انه بدا يكون في تواصل بيننا وبين الساده الوزراء، وطبعا وزير الثقافه يعني احنا بنتكلم عن بنى للانسان، فبرضو اطلعنا على التعاون اللي حصل واللقاء اللي كان ما بينكم وما بين وزاره الاتصالات، وايه اللي ممكن نستفيد منه. مبدئيا ده شرف كبير طبعا ان احنا على منصه سيادتك طبعا، وده يزيدنا شرف ويستزيد بينا فضل يعني. الحقيقه بناء الانسان احنا عندنا ده الكونسيرن الاساسي او الهم الاساسي بالنسبه لنا، اعاده بناء الانسان المصري حسب القيم طبعا والاعراف والتراث بتاعنا، بما يحقق طبعا من عائد كبير جدا مش على المستوى الثقافي والفكري والفني بس، ولكن على كل المستويات الحقيقه، ان بناء الانسان هو الطموح الاول لينا لبناء هذا الوطن بأسس عظيمة وطبعا مكانته الكبيرة. فكرة ان احنا نحط التراث المصري والثقافة المصرية على المنصات التواصل بحيث انها تبقى تتحول المنتج الثقافي بتاعنا، سواء كان نشر كتب او قطع موسيقية او حتى فنون تشكيلية، كل الروافد الفنية اللي تصلح انها تكون على منصات التواصل، بحيث ان احنا نديها قاعدة اكبر من المتلقيين وبشكل اكثر جاذبية وتفاعلية. ده طبعا يستلزم مننا من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات على رأسها طبعا استاذنا العظيم طبعا دكتور عمرو طلعت، وهو الحقيقة عنده فيجن رائعة جدا ورؤية ثقافية جميلة متفردة، فاحنا الحقيقة استغلينا هذه النقطة استغلال حميد طبعا، ان احنا نقدر طبعا من خلال وزارة الاتصالات نعمل تعاون كبير جدا، نعمل نشر الكتروني للكتاب، لان حضرتك عارفه طبعا هيبقى من الصعوبه بمكان ان احنا نبتدي نعمل اعاده طباعه الكتب تاني طبعا للتكلفه العاليه طبعًا بتاعتها ونقص طبعا الموارد خلاص طبعا خلاص، والناس كلها بتسمع وبتقرا على التاب وعلى التليفون طبعا، خصوصا كمان ان انا عندي قاعده كبيره جدا من طلاب المدارس كمان بالسياسه التعليميه الحديثه جدا، ان هم عندهم تابلت، التابلت ده ممكن يطلع من خلاله على طبعًا الكتب طبعًا او المنظور الثقافي المميز بالنسبه له طبعًا. دي نقطه. النقطه الثانيه عندنا مكتبه سمعيات كبيره جدا تبع دول الاوبرا والهيئه العامه لفصول الثقافه، المكتبه ديت تحتوي على تراث فريد جدا مصري وعربي، احنا ممكن من خلال المكتبه ديت حضرتك ممكن تسمعي القطع موسيقيه، تتابعي معزوفه، يعني حضرتك عارفه ان في منصات بالفعل سبقتنا في الموضوع ده طبعا، ولكن ما عندهمش التفرد بتاعنا في الماده طبعًا الفنيه والثقافيه. انا لسه كنت بقول احنا عندنا تراث ثقافي غزينا سنين، احنا اهل حضاره، احنا اهل فنون، فيعني مش معقول يعني اذا كان بيتنا هو يعني في كل هذه الكنوز، احنا بس محتاجين نعرض ما نملك من كنوز. يعني مصر عندها، هي مش قوة ناعمة الحقيقة، أنا ضد هذه التسمية، هي قوة قوية جدا كمان طبعًا قوة طبعًا مسلحة جدا، لأن تأثيرها جداً المحلي والإقليمي والدولي الحقيقة شيء غير عادي، حتى يعني قدرتها على أنها تطبع الخارج مش تطبع حتى اللي هي بتروح له، ده أنت حطيتي مجموعة من المصريين كمجتمع جوه أي مجتمع حتى لو غربي، هتلاقي بعد شويه المنطقه نفسها بدات تسمع المزيكا بتاعتهم، بيتكلموا بالطريقه بتاعتهم، صحيح ينشدوا الاناشيد بتاعتهم، هو الحقيقه قدر الهي ان مصر هي اللي تقود، وقدر صحيح الهي ان الثقافه المصريه هي اللي تسود، وده حتى لا مناص منه أكيد. الحقيقه ان احنا كلنا عندنا دوت، حتى تعليمات معالي رئيس الوزراء عندنا كلنا التفاهم ده، ان لا مناص ان الثقافه المصريه هي اللي تسود.
لكن هي محتاجة طرق جديدة في التعبير، محتاجة طرق أكيد. جديدة. يعني حضرتك بهذا المشروع وكأنك يعني بتروح للسوشيال ميديا ولكل مواقع التواصل بكنز كبير. يعني احنا احيانا نقول ايه، طب ليه الناس تسمع الحاجات دي، ليه ما بيشوفوش ده؟ فانت بتغذي الثقافة وبتغذي اشياء جميلة وتبقى في المتناول والناس، وبالتوازي لسه عند الحضور الفيزيكال اللي هو زي ما هو طبعًا. يعني لكن طبعًا. أنا عايز القاعدة العريضة أكبر، أنا عايز حوار مجتمعي، عايز حوار ثقافي، عايز حراك كمان للموضوع ده في الآخر لأن ده كل ده في الآخر خالص بيدي نوع من التحضر في المجتمع إحنا محتاجينه. والتحضر المجتمع هيبقى تأثيره مش على مجتمعنا بس، ولكنه كمان هيغذي جدا للجيل اللي جاي. فإحنا بعد لو قدر لنا طبعا إحنا نشوف ده، لكن هنشوف أكيد حراك مجتمعي وجيل آخر قادر على صناعة الثقافة والفكر يقود أكيد. مرة أخرى. وإحنا فعلا يعني هو أنا ممكن جدا. أسأل سؤال بره المنهج؟ طبعا عايزة أعرف يعني حلم وزير الثقافة. كل واحد بيبقى عنده حلم، وأنا عارفة أن التحديات كتيرة جدا، ووزارة الثقافة ليست وزارة سهلة. يعني هي وزارة معنية بالوجدان، معنية بتشكيل الوعي. فالحلم اللي عند حضرتك واصل لفين؟ يعني لو تدينا أكتر من محور سريعا كده. لا، الحلم بتاعي على فكرة هو بسيط في مبدأه، ولكن يمكن يكون ليه عمق شوية. أنا عايز الحلم بتاعي إن يكون في مجموعة من الناس في يوم من الأيام هتقعد بتتناقش في قضايا فنية، تتناقش في اللوحة الفنية مفرداتها، تتناقش في العزوفة والأنشودة الموسيقية وإزاي يحللوها. عنده قدرة على إنه يقرأ الكتاب ويحلل الأفكار اللي فيه، عنده طرح فكري مهم جدا، عنده تحضر بيصدره لعائلته لأولاده وللمجتمع اللي هو موجود فيه، عنده شارع مصري بيتغنى بأغاني جميلة ويتفاعل تفاعل حضاري جدا مع بعضه، عنده قدرة عن التعبير، عنده قدرة عن الاستنباط الحرية والمفاهيم الأساسية في الحياة كلها، عنده تحضر جميل. هو أصله لكن هو يمكن تناسى شوية هذا المقدار من التحضر والتثقيف، محتاج حد بس يفكره. فأنا حلمي بسيط في أساسه، إن الناس تقعد مع بعض وتستمتع وتحس بالجماليات الحياة اللي حواليها، تحس يعني لون، يعني تكوين، يعني حياة. أكيد. أنا يعني كلنا بنحلم مع حضرتك، وبنحلم كمان إنه الثقافة تبقى موجودة في كل محافظات مصر، عودة قصور الثقافة بقوتها، السينما، الحياة، مسرح القرية، كل الحاجات الحلوة. أنا بقول لسيادتك هي حياة، هي مش ثقافة. هي حياة فعلا، احنا في انتظار الحياة. يعني الحياة احنا في انتظارها ومتعطشين ليها، لانه يعني محتاجين بس نظهر جمال مصر. احنا بس عندنا الفكرة الأخيرة لو تسمح وقت طبعا لسيادتك. فضل الثقافة كمان مش مقتصرة بس، ودي من الأحلام بتاعتنا، ودي الابليكيشن الأخير، ان احنا بنعمل زي فيرتشوال قصر، فيرتشوال قصر ثقافة افتراضي. كلنا صناع ثقافة، كلنا نقدر ندي منتج ثقافي وفني، كلنا نحط على الابليكيشن ده او الموقع ده، هنحط عليه المنتج الثقافي المصري من كل البقاع. صحيح. كلنا بنشترك في الثقافه، هي مش هيئه تحرير معينه هي اللي بتملي عليك ايه نوعيه الثقافه اللي انت هتاخدها، كلنا هنشترك في ده. المصريين اقوياء جدا، عندهم قوه ابداعيه غير عاديه في كل المجالات، في الموسيقى، في الرسم، في التصوير، في كل المجالات. انا مش عايز انسى حاجه الحقيقه، ادب، شعر، أكيد. كل حاجة. أنا متأكدة إحنا مش أقل من إنه الناس بتروح حي مونمارت في باريس في الساكرو كور عشان يشوفوا الفنانين بيرسموا، فما أجمل فناني مصر لما نشوفهم يا فندم. أنت في أجمل أحيائنا يعني. البائع الجائل في مصر بيلحن موسيقى. صحيح. بيعزف. صحيح. يعني إحنا بياع روبابيكيا يعني نفسه بيعمل موسيقى. بيعزف، هو بيعزف موسيقى. أكيد. هو الشعب عنده ملكة ديت غير عادية. فاحنا بس محتاجين التوجيه، وانا بقولها لاخر مره، الحكومه او انا الحقيقه كوزير ثقافه، انا مش بصدر الثقافه، انا منسق ما بين المؤديين والمثقفين عند الحكومه. ده شيء جميل. انا كده هجيب القهوه بتاعتي، انا هجيبها ونيجي نعمل حوار يعني في محاور كتير. أنا وانا هجيب القهوه واجي. خلاص انا مستنيك. اشكرك ونورتنا، والى الامام. وهتفضل الثقافه دي يعني اديتنا طاقه وامل، وان شاء الله مصر تستحق فعلا انها تستمتع بثقافتها وبريادتها. بشكرك شكرا جزيلا وزير الثقافه دكتور احمد فؤاد هنو.